أهلاً متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة أسفي. إذن بالضبط من حي أناس. إذن في هذه اللحظات العناصر الأمنية كتباشر حملة موسعة تمشيطية هنا في حي أناس منذ تقريبا واحد ساعة ديال الوقت باش تلقينا الخبر تحت الإشراف المباشر النائب الوالي أمن أسفي بالنيابة العميد المركزي اللي هبط لنا بشكل شخصي من أجل إطلاق وإعطاء انطلاقة لهذه الحملة الأمنية التطهيرية من أجل مراقبة ديال أوراق السيارات والدراجات النارية اللي كتشهد هنايا للأسف في بعض في كثير من الأحيان بعض الانفلاتات. ربما أن التدخل الأمني هنايا جاء في وقته أن المدينة ربما خاصها مازال حملات كثيرة ومجهود كبير دائما هنا خصوصا هنا على مستوى النقطة ديال حي أناس، ولكن الناس ربما محتاجة أنها تشوف بزاف هذا الشيء هذا ديال التواجد ديال الأمني يكون قريب لها أنهم يغطيوا أن المنطقة أنهم يساهموا في تأمين المنطقة. وانك ما كتشاهدوا معنا هو راه هو هابط هنا بالدارجة، انا عندي تعليق بالدارجة ما نكملوش معكم بالعربية، راه هو كتشوفوا معنا العميد المركزي هنا ديال أسفي نازل حتى هويا برجليه خدام واقف على الشغل ديالو في اطار الحملات الأمنية الموسعة اللي كيمارسوها، والشيء اللي كيخلي المواطنين انهم يرتاحوا ويعبروا عن الراحة الارتياح ديالهم فاش كيشوفوا رجال الامن نازلين هنا بكثافه وكيتواجدوا هنا بكثافه، خصوصا ان مجموعه ديال المحلات اللي كتبيع السندويتشات هنا في مدينه اسيو خصوصا بحال هنا المنطقه ما نديروش تشير بشي واحد، ولكن التواجد ديالهم كيخلي مجموعه ديال الشابات انهم يجيو. اذا مباشره كيجوا مجموعه ديال الشبان من احياء اخرى اللي كينتقلوا هنا باش يريحوا هنايا ويجمعوا، كتولي الدساره وكتولي القباحه وكتولي البساله، وهذا الشيء اللي كنشوفوه في كثير من الاحيان الشيء اللي كيزعج الساكنه. بطبيعه الحال الله يعطيه الصحه، الله يعطيهم الصحه البوليس، الله يعطيهم الصحه، الله الا الله يعطيهم الصحه، الله يعطيهم الصحه. ما ساكنش هنا ما عندك ما تبقى دير هنايا خويا، هذا السيكتور هذا ما يمكنش تما جاي تخرج ما عندك ما يدار غنهبط نجي لحي اناس باش ندير الفوضى باش ندير الصداع. الله يعطيهم الصحه، هذه الخدمه ديالهم وواجب هي، ولكن راه كيدار كثير من الاحيان كيدار باكرامات، كنعرفوا الاكرامات اللي كتكون عند رجال الامن ايام طويله البيرمانونس هذاك الشيء، الناس كاملين اللي قرابين شويه للدومين راه كيعرفوا الاكرامات اللي عندهم. والله يعطيهم الصحه حيت هذه الخدمه اللي خاصها الدار، هذه الخدمه اللي خاصها الدار. البارح التواجد ديالهم في لحظات حاسمه وفي وقت حاسم فاش وقع هذاك الشجار خلى المواطنين انهم يعبروا عن الارتياح ديالهم وسجلوا الارتياح ديالهم الكبير عند من طرف الاردن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا لك على البارح كي داز نتحرك نخدم طوموبيل الجامعه صداع، وكان بنادم براني هنايا والفتاي من الاحياء اخرى كانوا عباد الله من الكره الشيء من التدخل الامني، كان تدخل امني، كان تدخل امني، كان تدخل امني، ولكن هاد الناس كيجي ضبط الوقت والحمد لله لانهم موجودين دابا نيت وسميتو هذا راه حنا بغينا بحال هكا، يعني الدوريات تكون باستمرار وبسميتو على اساس تنعرفوا الناس علاش كيجيو هنا وعلاش شنو هما راه يوميا كيتشاهدوا بانهم راه كيكونوا هنا كيكونوا مع البوليس. فعلا كيجي وكنعيطوا لهم نيت حنا وكيجيو من بعد، ولكن الوقت اللي كيجيو كيلقاوها بنادم واقف كيلقاو بلا بنادم فاتن لا والو، طبيعة الحال اش غيديروهم، لان عرفت مني كتعيط تقريبا كتسنى واحد شويه، داك الشويه اللي كتسنى ما كتعرفهم هما فين زاد. البارح كانوا البوليس كانوا فرتكو كانوا فاش شافوا البوليس هربوا فاش عاودوا رجعوا البوليس لقاوهم ديك الساعه تدخل من هذيك الساعه وداو شي وحدين. الناس ساكنه عاودوا لنا الصباح بانهم كانوا فرحانين بداك التدخل الامني اللي داروا البوليس البارح. بزاف 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 بزاف، لان كل شيء كيطلب يكون الامن ويكون سميتو هذا هو المبتغى ديالهم كامل،
الناس راه دايرين شي عارضه ودفعوها على سميتو هذا، ولكن ملي شافوا التدخل الامني الناس راه مرتاحوا. الحمد لله الله يعطيهم الصحه تبارك الله عليهم. لان كاين ضبط ديال المخالفات على مستوى القطاع ديال المرور، الناس تاع السيركيلاسيون هما خدامين ولو في ساعات متاخره من الليل خصهم يضبطوا هاد النقاط ديال الليل والصحيار بالليل، وتجي بموتور كنا تحطو ودير الفوضى وداك الشيء، هما رجال من الناس تاع السيركيلاسيون. ولكن كاين شي تبقى خارج غير كدور زاد سعد الله يبارك فيك هاي راه سلابي ديال كاف لايف. هما كلشي ولا لابس الكاسك، كلشي داير بالكاسك ديالو، اسمح ليا كلشي داير بالكاسك ديالو. هذه مسألة مزيانة، مسألة إيجابية بزاف، مسألة إيجابية بزاف، هذه شهادة حق تحية ليهم هاد رجال الأمن على هاد المجهودات اللي كيقوموا بها، مشكورين على الخدمة اللي كيديروها، على الواجب ديالهم اللي كيقدموه بكل احترافية وكل مهنية. تحية لهم. وشوفوا الشارع دابا كيدخلوا رجال الامن كيخواو الوقت وكيتقادات الامور كيهربوا هاد الناس هادو، واخا ربما هو الاعتقالات بزاف حيت كاين هاد كيولوا لاعبين معهم هذاك الكر والفر. البوليس فاش كيجي بنادم راه كيهربوا، راه كيهربوا، راه كيعسوا عليهم في راس تاع التريبه، راه كيشوفوا البوليس جا طق هرب طق هرب مره مره، راه كيجيو كيقدروا يعتقلوهم وكذا. بس ولكن راه تحديات كبيره هذه عند هاد رجال الامن. كنشكرهم بزاف من هاد من من هاد المنطلق هذا ومن هاد البث المباشر على هاد الراحه هذه. حيدا ولدي، حيدا ولدي على هاد العمل هذا اللي كيقوموا به بكل صراحه، الله يعطيهم الصحه. خصوصا هنا كاين مجموعه ديال العناصر ما نقدروش نشكرهم كاملين، ولكن كاين مجموعه ديال العناصر هنا كاين في ولايه امن اسفي اللي خدامه 24 ساعه على 24 ساعه كتخدم كتعطي من وقتها. كاين تجاوب، كاين التواصل ديالهم على راسهم بالضبط العميد المركزي هنا ديال اسفي، الخدمه ديالو والاطراس اللي خلاها من مورا ما جا لهنا لاسفي وشد المنصب ديال العميد المركزي. اذا خلا ارتسامات جد ايجابيه عند السكيده ديال المدينه، وهي اللي كانت خاصه ربما هاد النوع ديال الناس والنوع ديال الموظفين ربما هما اللي كانوا خاصين مدينه اسفي. بالاضافه للوالي ديال الامن اللي تاهو التحق بمدينه اسفي ماشي بوقت طويل، ربما كاينه قبل من سنه ولا سنه وشي حاجه باش بدا الخدمه ديالو هنا في اسفي. اذا خلى انطباعات جد ايجابيه، وكان ركور هنا على مستوى تحقيق ديال الاهداف هنا في مدينه اسفي. تحيه لهم وتحيه بزاف عاليه لرجال الامن، نخلوهم دابا يمارسوا المهام ديالهم، ما نبغوش نبرزطوهم كيف ما كيقول، نخلوهم يديروا الخدمه ديالهم، نخلوهم يكملوا في هذه الحملات الامنيه اللي هي كدار يوميا، كدار كل ساعه خصوصا في الفترات المسائيه، وكيتم التغطيه ديال خلالها مجموعه ديال الاحياء ومجموعه ديال النقاط السوداء اللي كتشهد الاكتظاظ السكاني اللي كيشهدوا كيكونوا فيها المئات ديال المواطنين. اذا كتصعب معها حتى هي العمليه ديال ضبط الحالات المخالفه، وهي كتضبط بالاضافه للتوقيف والاعتقال ديال مروجي المخدرات، مروجي ديال ماده السيليسيون. اذا رساله موجهه لهم تبارك الله عليهم، الله يعطيهم الصحه. هذه هي الخدمه النقيه كيف ما كنقولوا حنا بالدارجه.